وأخيراً دجاج مقلي. شكراً. لا إنه في واحد منهم هذا طري وجوسي من جوا ومن برا مأحمش ويعني كأنه يعني جيد جداً، كتير عجبني. هذا هو مأحمش من برا بس يعني مش الطريقة اللي بدك إياها، بحسها شوي ناشفة، وكمان من جوا كمان الدجاج نفسه ناشف، فهذا يعني كان كتير زاكي. استعمال مخيط اللبن أو البتر ميلك لأكلات زي الدجاج المقلي والبانكيك كمطري منتشر كتير بأمريكا ووصل لباقي العالم، بس مش دائماً متوفر عنا بالسوبر ماركتات أو حتى بالبيت، بس كتير سهل نعمله بالبيت. بس بدنا مكونين وخمس دقايق، كل اللي منحتاجه عشان نعمل كوب من المخيط: معلقة كبيرة من عصير الليمون أو الخل الأبيض، ونحطه في كوب قياس، ونكمل باقي الكوب حليب، بعدين منحركه ونتركه خمس دقايق، وهيك بيكون جاهز نستعمله كبديل في أي وصفة.